السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بايدور واليوم مقطعنا الجزء الثاني من أماكن الأذرع طبعا الجزء الأول تكلمنا عن أول خمسة ومن السهل أن تحصلهم في بداية اللعب الجزء الثاني راح نكمل الخمسة الثانيين وبالنسبة حق المقطع الأول راح أحط المقطع بالوصف حق الناس اللي ما شافته الجزء الثاني طبعا راح نحصل إحنا ثلاث أذرع سهالات راح نأخذهم في أشينا كاسل اما بالنسبه حق اخر اثنين راح يكونون شويه صعبين فخلينا نقول بسم الله ونتكلم اول شيء عن اول واحد نحصله في اشينا كاسل اول بونفاير على طول عقب بوس الثور. اول وانت هني عند البوابه من هني تي تقدر تنجز روح على هني طبعا في اثنين على الجسر راح قاعد يتكلمون انه في مكان و... وانا عندي المفتاح اللي طبعا اللي ماسك الربح هذا هو اللي عنده المفتاح فاحنا محتاجين المفتاح هذا عشان نبطل البوابه اللي فيها الايد الرمح الايد الرمحيه فلاحظوا تقدر انت على طول هني تختاله ومن تذبحه راح يجيك على طول المفتاح على طول اذبح هذا لا يؤذينا ونكمل من عند مكانهم لاحظ هني على طول نرد ورا شوي اخذ هني على الجنب وامشي على الدرب اللي بتشوفه راح نوصلك للباب على طول طبعا تقدر تي تاخذه تخلص بعدين ترد فضل مكان اخذ الايتمات سوي اللي تبيه من هني نركض راح نصعد فوق لما نروح على اليسار فيه هني الحين لاحظوا على اليسار على طول في بيت هذا هو الباب المقفول واللي فيه الرمح ولكن هذا لانه يعطيك رينج على طول ذبحه سريع سريع ومن هني من تصعد راح تس... راح يستعمل المفتاح تشوفوا نفس احنا خذيناه ونقدر ندش داخل تبطل الشيست اللي بويك وراح تاخذ الهاند الرمح طبعا ترى قويه وخاصه حق اخر آه... ايد راح يكون فايت مع بوس فالرمح هذا وايد راح نستفيد منه راح يفيدنا في الفايت حلو اللي بعدهم هم اشينا كاسل ولكن بالابر تاور حلو من هالبونفاير هذه الابر تاور اللي بتشوفونها امشي على نفس الدرب ترى سريع سريع سهالات لاحظ ما تحتاج تذبح ولا احد مجرد ما تنقز اذبح يعني هذا اللي تحت تبي تروح على طول حق الشست تروح تبي تذبحهم اذبحهم على اساس اذا ودك تلم الايتمات اللي موجوده بهالمكان ومن الدش هني طبعا قدامك راح يكون في شست الشست هذا هو في الهاند اللي مسؤولة عن السورد البويزن يسوي بويزن يعطيك تقريبا خمس ست حركات ويسوي بويزن على التارجت اللي قاعد تطقه هذا اللي بعد على طول الثالث من هالمكان هذا على طول دش هني لا توقف لا توقف لان على طول من بعده من هني امش في بونفير راح يكون طبعا هو عباره عن ان بي سي تكلمه وتقدر تشتري منه حركه الشيلد الكبوس نفس ما هو راح يكون لابسه الام بي سي انزل هني على طول تحت راح كا. هذا كبوسه تقدر تاخذ الدرع الكبوس تقول له بيرتشيس اشتر الايرون فورترس وهذا الايتم الثالث الرابع بالسنكنفالي فالي اخر اثنين هني سنكن فالي اول واحد بالجن فورت من هني طبعا ما راح تقدر تاخذه على طول راح يكون في بوس لازم تذبحه وبعده راح تلقى الايتم يكون نفس اللي قاعد يحمي وهذا بوس انت من جبر انك تذبحه عشان تكمل القصه لان ما راح تقدر تدش تكمل تشوف اللي ورا هني فاضبط امورك بفاتك قديش عليه ترى بوس سهل بس كل شيء انت خلاص سكيرو اذا تعرف تصد كل شيء يصير عندك سهل لحظه صد 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 ايزي بس ومجرد ما انك انت تذبح البوس لاحظوا الايتم طبعا مبين من هني بس يخلص يروح لفوق الدخان راح نقدر ناخذ الايتم هذا طبعا اللي هو الايتم هذا هي هفه النار تسوي هفه نار ما هفه نار حلوه ويخلي الاد ينقلب بالنسبه حق الاخير هم بسكن فالي ولكن شويه متاخر عند ال... ماني قاري الاسم لانه يولي فالي حلو اني طبعا في بوس على اساس احصل الايتم لازم اذبح البوس طبعا من تذبح البوس هذا من البوسات الاساسيه راح يعطيك السبيرت ماله وهم راح يعطيك الصفاره اللي تقدر تخلي الواحد يجيك من بعيد حق الناس اللي تقتلهم هم هذه حلوه من تذبحه طبعا انطر لانه راح يصارخ ما يصارخ وبعدها ان شاء الله راح تجيك الايتمات فهذه هم الخمس الايتمات اللي احنا قاعد نتكلم عنهم بمقطعنا هذا وكذي يكون قفلنا كل الاذرع اللي موجوده في لعبه سكر ومن هني خلاص تقدر تبلش على كل بوس تسوي له كمبو تضبط بولك. طبعا هذه الممرية نفس ما قلنا والحين راح يعطينا الصفاره كذي يكون مقطعنا انتهى اتمنى المقطع عجبكم لا تنسونا بالدعم لايك وكومنت شوفكم نشوفكم مقطع جاي مع السلامه